أحلى في الحوار، في كلمة طيبة نقولة ويكون التفاهم بمفردات معقولة، بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة، وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة كلمة حق نقولة، وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة كلمة حق نقولة، وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. خليها امانه في رقبتك ازعلك منها. طيب شفت وين اقضي؟ مختلف ولا هنا؟ مختلف شنو هذا؟ مختلف شنو؟ الناس كلها جند على الاختلاف، اختلاف شنو هذا؟ البلد دي الخير اللي فيها يكفينا يكفي الناس الثانيين. هذول راجع الذهب. يا زهار المويه راح كيفك؟ والله الحمد لله. هذا راجع الذهب؟ راجع والله. هذا لسه ما طولت لك على التليفون يومين ثلاثه. حبابك يضيع. مرحبا والله يا جماعه. على السلامه. الله يسلمك. الله يخليك. تسلم يا الله. فضيلة كيف؟ والله طيبة تبي تسلم عليك. الله يخليك سلم عليك. الله يبارك. القهوة القهوة يا زين القهوة. كويس. أنا شارب القهوة هذول. ما أسوي قهوة هذول. أنا شارب قهوة شاي عصير أي شيء شارب. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. حاولت الاختلاف ولا ودي شنو؟ لا أنا راجع القهوة هذول. ثاني؟ هذول ثاني وثالث ورابع المرة اللي فاتت عشينا عشاء كويسة الحمد لله. وأنا عملت لي بيرة هذول هنا. في محل الذهب؟ هذول هسه ناس عمالي شغالين، انا جيت هنا بس عندي حاجات كذا وراجع ثاني. والله ربنا يزيد. ربنا يزيد ويبارك يا فضيل. الله يبارك. فضيل طيب ما شوف لي في البير ده، شوف لي اي حاجه، مدير عمال، عامل، اي حاجه مشتغلين. انت قالوا لي يقولوا لك تورته، قول حلبو. مالك؟ انا بقول لك هذول بوصي فيك تقعد في العقاب، تقول لي امشي معاك يعني العقاب ده خلينا منه. هاي انا برضه ما عادي لي يومين ثلاثة ما اجي راجع. الشغل حارة هذول حارة ما بتقدر عليه. من كم لكم كده يعني؟ من الصباح للمغرب ومرات بالليل برضه بواصلوا يشتغلوا. نوم ما في؟ نوم ما في، حفر بس تحفر في الحجار ده. تقدر؟ والله هذول العقاب هنا قد اطمئن. ها؟ العقاب هنا اطمئن. لا خلاص الحمد لله، والله يا اخوي العشم. الله يكرمك. اها اخوي. عندي وصية ثانية، قالوا الوصية بالمحل. امشي. دي خلي علي معاك. لما نمشي وي ليش ندري؟ ما هو شوف يعني ها؟ مالك هذا شنو؟ والله في شنو؟ في شنو؟ ايش ما في طيب؟ مالك انت؟ ها؟ انا قلت في ناس كبسونا في شنو؟ هذول الحبوب التقيت تعال مالك مالك خلاص؟ فضلنا كيف ما هجمتني؟ هجمة ما في طيب؟ لا يا انت هجمتني وبينك بنقطع كله وقع بين كراعي هذول شنو هذول؟ ما ينقروش عن بالونا ما ينقروش يا اخي بخاف ما ينقروش اللي بنمشي فيه. هو هي دي؟ هي دي هذي. هي لا هي لا، الله يبلونا ما يخطبوا لك عيني. امسك يا اخي امسك. الامانه دي تاخذها عندك، تدسها عندك لما نمشي وي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضيل! فضيل! محمد فضيل ده؟ مع انه غلط؟ شقى سنين. اخذته عندي هنا يمنى؟ دبل. اهلا مرحبا. كيف هذا؟ الحمد لله. دبل اخذ لي سكر وايش؟ بكاش ولا على الدفتر؟ على الدفتر؟ الله يقولك. كيف الكلام ده؟ والله حسابك كثير. هذا كلام شنو هذا؟ ده ما دكان البشير تقول اشوف لي حته ثانيه كيف على هذا؟ الله يسوى انا عسى ماشي بلاي بضاعة ماشي السوق. كان في عندك حاجه ثانيه بتدينك مش عاليه. هذا قول بسم الله هذا حته ثانيه كيف ده ما دكان البشير منه؟ والله يا حبابك في اي لحظه. اي. لكن والله يدينك كثير. وانا ماشي بريق وضاع. اي انا مالك بديك لي؟ لا لا كتاب؟ قول له اخوي كيف حالك؟ كيف هم ليه؟ اخوي شديد والله. الله يكرمك والله. كيف حالك ان شاء الله؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك والله. والله جايك مقروض اخوي في غرض. تب. غرضك مقضي؟ غرضك مقضي. تب. ام ليه اخوي؟ والله داير لي قريشات كيس زي 3000. ها؟ 3000.
انا ثلاثة جيب لك من هنا امليوة. ثلاثة امليوة؟ انا تقول لي ثلاثة امليوة؟ انا بتاع الدكان ده طاردني اربع مرات. لا ما انا يومين ثلاثة ما رجع لك الا 3000 البلول اخوي. هلا كده اجيب لك من وين انا؟ انا شغال هنا عندي ثلاثة. يا اخي منا القريشات حقت ابو النسب الخط يا جماعة ليه؟ خط؟ اها ابو النسب. اي طيب انت مليوة حق ابو النسب وخدت هنا معنا قلت اديك منين كيفين يعني كيفين ما برجع لك عندي زول داير يرسل لي رصيد قلت له ما ترسل له رصيد قلت استلف منك الثلاثه ديل ويومين ثلاثه ارجع لك انت يا مليوه بترضى اخوك ويقول لك خان الامانه الامانه هنا جاب وش منكم انا البرون اخوي اها الموضوع ده بيني وبينك اه تضل ذاته ما يعرف يومين ثلاثه انا بجيب لك تضل ما يعرف هاي ما بتجيب له خبر قوم على عيلك قوم اخذها لقوم قوم عامله قوم على عيلك دي نهايتك البلول يا اخوي دي نهايتي واخري اطلع برا مليوه كتر خيرك هانش قال في ده كمان ما يعرف لا اله الا الله محمد رسول ليه ليه يا بلوله ليه كسرت بخاطره ما كانت دي من القروش عند الدير وبعد يومين قال بيجيبوا الراجعه هيا الزهر دي 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 انا امانه خاطرني عندي يا زهر بعدين ازاي اقدر اقول لك حاجه؟ اي كان منافق مش قالوا اذا اؤتمن خانه؟ ها انت بترضي رايي هو ليه خاين؟ ابدا يخون الامانه؟ لا ها؟ لا طيب بس اجاب الخيار هنا شو؟ فضيل في الخلا وما جايب خبر هو قال لك يومين وبجيبها راجع دي ما خيانه الامانه ذاتها دي الخيانه ذاتها دي بعد الحين نسالك زياده الحين انت عرفت كيف انا عندي قلوب ديار الحلة دي عرفت كيف؟ غير نسوان الجمعية ما وريت زول قوم عادي حيلك قوم قطرك إن شاء الله قومي الناس دي جنة ولا شنو يا ناس؟ لله السلام عليكم الله يسلمك يا بنو كيف حال ولدك وحوالك وحالك الحمد لله الحمد لله نعمه ان شاء الله الحمد لله على السلامه يا فضيل الله الحمد لله كيف يا زهر ان شاء الله طيبه يا طيبه والله الحمد لله انت كيف والله نحمد الله في نعمه تامه الحمد لله الله يبارك فيك الله يزيدك النعيم ان شاء الله تسلمي والله تسلمي الله يخليك اها اخوك دي امانتك البالونه هاي الكيس ذاته ما غيرته ولا هوشته يا زول والله انت عارف القروش هنا دي كم؟ هاي كم؟ كثيرة وانا حسبتها هنا يا فضيل ولا حسبتها؟ ولا هبشتها الله يبارك الله يديك العافية الله يبارك فيك والله ما قصرت تب انا طبعا الحمد لله هاي فتحت لي بير ثانية ما شاء الله واشتريت لي لودر ما شاء الله على نيتك والله الله يبارك فيك الله يبارك والله يدي دعواتكم معانا بس الله يبارك فيك يزيدك كمان ويزيدك ما تجي تمشي معي ها فضيل مشوي ليلة الذهب عدم النوم ليل ونهار ده انا زول مزارعي وناجح في زراعتي دي والحمد لله الحمد لله اي احب بمناسبه الزراعه وقطعتك ماشيه كيف؟ ماشيه كويسه خلاص اسمعنا عندي لك اقتراح اي رايك شنو؟ وقطعتك على وقطعتنا المحسي على وقطعتنا سبازر نجمعهم كل الثلاثه انا بديك القروش ازرعهم شد عليه انت بمجهودك وانا براس المال يعني الارض اشتريتي؟ يعني لا ما نشتري ناجر منهم خلاص؟ أزرنا يعني من زراعه وحرادتي وتوضيبي لا خلاص والله ابشر انت ما عندك اي عوامل والله انا ما عاجبني الا امانتك الله ما عندي غيره ما عندي حاجه يا فضيل والله الحمد لله الحمد لله احنا بشرك اي واقول لك كلام اي البيت ده البيت انا اشتريته والله ما تقول حاجه سنه ما داير منك حق ايجار لما امورك تتظبط لا البيت اشتري سنة؟ يا سلام كثير علي يا فضل يا البنونة تودع عمي وتربينا سوا ومتزوج اختك يعني اكثر من كل اخوك يا بنا دي لحم ودم والله يا فضل والله يا فضل ما اعرف اقول لك ما تقول اي شيء بالنسبة للامانة دي الامانة هذه دي امانتك هذه الحمد لله في حفظ الصون الله والله ما ترجع
شنو؟ والله إذا ما لدي تعريفة منها ترجع معك. طب أنا السنة بتاعت البيت وفي ظلم فيها كثير علي يا عبد الله. يا زول يا زول كثير علي والله يا عبد الله. والله كثير علي. والله ما بستاهل. لا 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 والله لا والله تستاهل. أزول ما أنت تدي شي حي. أزول إحنا الله فتح علينا من وزع. عبد الله لا وصلت. والله العظيم يا فضيل وطلعي ايوه وفلغ الحبي بلا والله يا ما تنص الى هذول كلامك وصي انت عارف انا اقدر اقول لك انا عارفك وصي اني تب اكو في الجبل دي اكو في الجبل دي يا زلمه الجبل يا هدول بسم الله الجبل تتكب اقول بسم الله والله يا فضيل والله ما طالبني حليفه والله يا فضيل الصبر جبر في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين دولة